مرحبا بك محمد، ومرحبا بكافة متابعينا في برنامج هنا تونس تاع اللايف ستريمينغ في الديوان الفهمي. يجب متابعوا معنا البث المباشر على الصفحة الرسمية. احنا متواجدين أمام المستشفى الجامعي الجديد، مستشفى سليم شاكر، المستشفى الصيني، المستشفى الجامعي بيطينة، برشة اسميات بالنسبة للمستشفى هذا. اللي المعلومة اللي عنا أنه باش يتم، خلينا نقول المعلومة هي القبول المبدئي بالنسبة للمستشفى هذايا بتاريخ 1 أكتوبر القادم. القبول المبدئي شنو معناتها؟ أنه إلى حد الآن المشروع هذايا اللي هو تم تمويله من طرف الجمهورية الصين، هبة صينية لإنجاز المستشفى هذايا قدرت ب 200 مليون دينار. إلى حد الآن المستشفى الأشغال انتهت منذ نوفمبر 2019، تقريبا عام تو على انتهاء الأشغال، لكن المستشفى خلينا نقولوا بنية كهو، معناتها ما فماش تجهيزات الداخل. بعض الإشكاليات الموجودة لهنا في المستشفى كسوسوا الماء، الكهرباء، التطهير، حسب المعلومات تم توفرها لنا احنا أنه تم تجاوزها الإشكاليات هذه. لكن القبول المبدئي هو أنه وزارة الصحة باش تاخذ المستشفى يولي على ملكها هي، لكن إلى حين القبول النهائي اللي ظاهر لي يقعد مدة، حسب المعلومة اللي عندنا، مدة سنة، أنه فرق تقنية تجي سير تيران لهنا تزيد تشوف معناتها مدى مطابقة اللي موجود في السبيطار للكراش الشروط المطلوبة. عدة تساؤلات لهنا، معناتها القبول المبدئي شنو معناتها؟ معناتها فما إشكالية متاع وشنو باش تم استغلاله. معناتها النقطة اللي سمعناها أنه باش تم استغلاله لإيواء المرضى بالكوفيد، نعرف الوضع الصحي اللي تمر به البلاد، أو سيتم استغلاله لجيست إيواء اللي ما التزموش بالحجر الصحي باش يحطوهم لهنا في السبيطار. هنا مش واضحه بالضبط معناتها النقطه اللي شنو باش تم استغلاله المستشفى الصيني، مستشفى سليم شاكر، وهل انه فما مشكل نتاع معدات؟ معناتها المستشفى هذا لحد الان الجانب الصيني اكد انه باش يتم، هو باش يتكفل بتوفير التجهيزات هذه. الى حد الان ما فماش تجهيزات، العمله الاطار الطبي وال بنية محمد، خلينا نقولوا بنية مسكرة. فوالا. وحاجة أخرى محمد، نقطة نطرحوها احنا كمتابعين وكصحفيين، أنه المستشفى حاضر عنده عام، علاش القبول المبدئي صار توا؟ علاش ما صارش قبل؟ معناتها أنه المستشفى حاضر، عندك بنية حاضرة في ظرف صحي كما هكا، علاش توا باش تحرك الدوسي وباش يتم القبول المبدئي للمستشفى هذا؟ هي الصورة خلينا نقولوا محمد، هو مستشفى حاضر، خلينا نقولوا حاضر، معناتها كبنية جناح الأنشطة الطبية ومعها بون. فما تعرضك المستشفى الجامعي بصفاقس هيبة من الحكومة الصينية، هذه الأنسانية البرانية. فما الجناح متاع الإدارة، فما قسم الطب الاستعجالي، المرافق اللوجستية، جناح الأمراض النفسية. هو المعلومات اللي عندنا أن المستشفى هذه باش يكون طاقة الاستيعاب متاعه في حدود 250 سرير. فما نقطة تم إثارتها مؤخرا، فما من المواطنين أو خلينا نقولوا من الناشطين في المجتمع المدني دعاوا أن المستشفى هذا يكون تحت تصرف الإدارة الصحة العسكرية، وفما شكون من نواب معناتها في جهة صفاقس اللي قدم فوالا نضال جوابي، قدم مبادرة تشريعية على أساس يتم تغيير التصرف نتاع المستشفى تحت الإدارة الصحة العسكرية. اتحاد الشغل من شيها يخرج بلاغ ويقول أنه لا، احنا ضد اللي تم الدعوة ليه، ونطالبه أنه باش يقعد المستشفى تحت تصرف الإدارة المدنية. إلى حد الآن مازال مش واضح، المستشفى موجود، البنية موجودة، لكن إلى حد الآن مانيش فاهمين شنو بالضبط شنو مش يتم استغلاله يوم 1 أكتوبر بالضبط.
دونك متابعين على الصفحة الرسمية للديوان فام، احنا كما تشوفوا احنا متواجدين امام المستشفى سليم شاكر بصفاقس، او المستشفى الصيني، المستشفى اللي متواجد في معتمدية تينر هنا في صفاقس. المستشفى كما تتابعوا معنا حاضر، البنية موجودة، المعلومة اللي خرجت انه معناتها بتاريخ 1 اكتوبر باش يتم استغلال المستشفى هذا من خلال القبول المبدئي للمشروع، وبالتالي يكون يدخل تحت تصرف وزارة الصحة اوتوماتيكمون. المستشفى حاضر، الوضع الصحي الحالي في البلاد نعرفوه، ارتفاع في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا. نحبوا نفهموا معناتها السبيطار كيفاش تم استغلاله، خاصة وأنه ما فماش معناتها تجهيزات معناتها متكفل بها الجانب الصيني، لا لحد الآن مش متوفرة. العملاء شنو باش يتم بالضبط معناتها؟ هل تم باش يتم استغلاله بالنسبة للفترة هذه كهو جوست للكوفيد، الى حين استغلاله بصفه كليه في جميع الاقسام؟ احنا تنقلنا لهنا، وان شاء الله المسؤولين الموجودين المشرفين على القطاع الصحي في صفاقس يحاولوا يجاوبوا المواطنين، ولما لا بنيه عندك متواجده لهنا في ظرف صحي كما هذا، علاش ما يتمش استغلالها؟ دونك احنا في كل مره باش نحاولوا نتنقلوا على عين المكان سور تيران، باش ننقلوا كل ما يهم الشان العام الصحي، النقل التربوي. هذه نقطة خارجية، وقعدوا ديما تابعونا على الصفحة الرسمية لديوان فم.